مصدر مصري رفيع المستوى أفاد للحدث بأن قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة، وأن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين. في غضون ذلك قالت مراسلة الحدث إن الجانب المصري من معبر رفح يعمل بصورة طبيعية ولم يتم إغلاقه، وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظرائهم في مصر الليلة الماضية بعمليات إخلاء للفلسطينيين في مناطق بشرق رفح في إطار عملية محدودة. هذا وأكد مدير الإعلام في معبر رفح للحدث استمرار العمل في الجانب الفلسطيني من المعبر بشكل طبيعي وانتظام مغادرة المسافرين باتجاه الصالة المصرية بمعبر رفح البرية. دخل الباص. دخول الحافلة الأولى إلى الجانب المصري، وأيضاً في انتظار الحافلة الثانية. الحافلات في انتظار الدخول للجانب المصري بعد فتح البوابة المصرية. إلى ذلك قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الوزير جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بضرورة التحرك في رفح بسبب رفض حماس مقترحات إطلاق سراح الرهائن. كان بيان لوزارة الدفاع الأمريكية أكد أن أوستن جدد لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت موقف إدارة بايدن ضرورة أن تنطوي أي عملية أو أي عملية عسكرية محتملة في رفح على خطة موثوقة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين. في الأجواء التصعيدية هذه أفاد مراسل الحدث في القدس أن مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز أرجى زيارته إلى إسرائيل إلى غد الثلاثاء لمنع ربطها بعملية شرق رفح. وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت إن بيرنز سيصل اليوم إلى تل أبيب بعد زيارته للقاهرة والدوحة للقاء رئيس الوزراء نتنياهو ومسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية في إطار المساعي الهادفة إلى منع نسف المفاوضات حول صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس. هذا وكانت مصادر مطلعة قالت لموقع أكسيوس أن بيرنز بحث مع رئيس الوزراء القطري تطورات مفاوضات التهدئة في غزة، مبينة أن قطر وأمريكا تمارسان ضغوطا قصوى على إسرائيل وحماس لمفاوضات أو لمواصلة المفاوضات. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين أن إدارة الرئيس جو بايدن أوقفت الأسبوع الماضي شحنة ذخيرة أمريكية تصطنع إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي. وذكر الموقع أن البيت الأبيض لم يعلق على تلك الأنباء، كما لم يرد البنتاغون ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلبات الموقع للتعليق. لنستطلع الأوضاع ميدانيا من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، ومن القاهرة ينضم إلينا مراسل الحدث تامر نصرت. أهلا بكما. سأبدأ معك زياد. زياد، ما الذي يدور في الأوساط الإسرائيلية حول العملية المحدودة لرفح؟ تحدثت إسرائيل بأنها ستكون محدودة النطاق الجغرافي وأيضا محدودة التوقيت، هل هناك معلومات؟ هذا صحيح. حاليا العملية تجري في الشاشات وفي الإعلام وليس على الأرض، هي محاولة لإجلاء نحو 10% من النازحين في رفح تمهيدا لشن عملية برية إسرائيلية. التقديرات في إسرائيل بأن هذه العملية ستكون فعلا محدودة، على ما يبدو بأن إسرائيل تريد أن يكون لديها نوع من تجربة أو بايلوت، نموذج كي يحمله الوفد الإسرائيلي خلال يومين إلى واشنطن. هناك وفد سيبحث عملية رفح مع الإدارة الأمريكية، بهذا المعنى لم تبدأ عملية رفح بعد. وعليه ستقول إسرائيل للولايات المتحدة إن قضية إجلاء المدنيين قد تكون متاحة ويمكن أن تنفذ خلال 3 إلى 5 أسابيع من بدء العمليات، تمهيدا بعدها لشن العملية العسكرية. بطبيعة الحال هذا الذي يحدث الآن يريح اليمين الإسرائيلي أكثر. 9 وزراء تظاهروا أمس ضد الحكومة التي هم وزراء فيها، طالبوا بوقف إحباط الصفقة والذهاب إلى رفح، ضغطوا على نتنياهو في هذا الاتجاه. جزء من هذا الإعلان أيضا قد يكون وفق مراقبين مرتبطا بضغط اللحظة الأخيرة على حماس كي تذهب مع ذلك إلى صفقة التبادل رغم العراقيل والصعوبات الحالية. الملفت كان التسريبات للصحافة الأمريكية التي اتهمت نتنياهو
بأنه من أجهض صفقة التبادل. ربما طبعا مكتب نتنياهو رد بأن حماس والمطلب بوقف الحرب هو ما أجهض هذا الأمر. غدا يصل ويليام بيرنز لإسرائيل، سيكون حادا إن لم يكن محتدا في المحادثات مع نتنياهو، سيطلب ردا إسرائيليا نهائيا يحمله لبايدن. هل تريد إسرائيل صفقة أم أن الأمر منتهن؟ وتبعات عملية رفح أمريكيا قد توضح لإسرائيل أيضا. نعم، طيب زياد، الجانب الإسرائيلي أو التقارير تتحدث أيضا في بعض المواقع الأمريكية، الصاروخ الذي خرج هو لم يخرج من رفح، خرج من منطقة قريبة من رفح، لماذا إذن يعني لا يتم استهداف هذه المنطقة؟ لماذا تذهب إسرائيل إلى منطقة مكتظة بالمدنيين والنازحين؟ إسرائيل استهدفت المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ أو القذائف، وقالت إنها ضربت الراجمة، يعني هي من قالت بالأمس أنها فعلت ذلك. الأمر لا يبدو مرتبطا بالضرورة بهذا التطور. نعم. قد يكون هذا في إطار رد الفعل ربما الذي طالب به وزراء اليمين وما إلى ذلك، لكن في نهاية المطاف هذا أمر مخطط له. الحديث عن اجتياح رائع، عن عملية رفح مستمر منذ شهرين بمعدل مرتين في كل 3 أيام يتحدثون عن هذه العملية. حاليا هذه نموذج أولي عن إمكان أن تبدأ عملية رفح، لكن على الأرض بعد لم تبدأ هذه العملية، في انتظار ربما المزيد من التفاهمات مع الأمريكيين. طيب سأنتقل إلى القاهرة. تامر، أهلا بك معنا. تامر، أريد أن أعرف منك ما هو مصير المفاوضات التي هي برعاية مصرية؟ هل هناك أي عملية ضغط على حركة حماس لإيقاف هذه التجاوزات أثناء المفاوضات؟ وما هو المقبل في هذا السياق؟ يفترض أن وفد حماس يعود مرة أخرى بالموافقة أو بالرد النهائي إلى القاهرة غدا الثلاثاء. هذه كانت المهلة التي أعطيت منذ مساء الأمس أو منذ أن غادر وفد حماس عائدا إلى الدوحة مرة جديدة. وفي هذه الحالة فما ينتظر هو أن يكون هناك رد، ولكن بعد هذه التطورات والقرارات الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق رفح تمهيدا للعملية البرية، ربما يكون هذا نوع من الضغط، وربما بالفعل يعني قد يؤدي إلى نسف مفاوضات الهدنة من بابه. فهذا هو بالفعل أهم الأسئلة في الفترة المقبلة، في الساعات المقبلة، ما إذا كانت بالفعل سوف يكون هذا نوع من الضغط على حماس من أجل أن توافق على الشروط التي رفضتها قبل ذلك، ومنها مسألة وقف إطلاق النار بشكل دائم مقابل وقف إطلاق النار لفترة محدودة أو هدنة محدودة حتى يتم تبادل الأسرى. ومنها أيضا النقطة التي كان قد تحدث عنها عدد من مسؤولي حماس فيما يتعلق بعودة النازحين إلى الشمال شمال القطاع بصورة انتقائية، أو عودة عدم المسلحين أو غيرها من تلك الشروط التي وضعت والتي استفسرت عنها حماس من خلال المفاوضات التي جرت في القاهرة. فهذه الساعات بالفعل فاعلة في هذا الأمر، وخاصة أن الوفد المصري أو المسؤولين الأمنيين المصريين يكثفون الاتصالات من أجل احتواء التصعيد كما ذكر على لسان مصدر المصري، وكذلك أن التوقيت الخاص بالهجمات والهجمة على كرم أبو سالم كما أشرتي ربما يكون هذا أيضا من الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع أو إعطاء إسرائيل تكئة للتسريع بالعملية التي بالفعل لها يعني مصالح سياسية كثيرة من إجرائها، أو ربما يكون هناك أيضا نوع من أنواع الضغط على الأطراف من أجل التوصل لاتفاق مرضي بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة للجبهة الداخلية الإسرائيلية. فهذا هو الملخص العام الذي نشاهده الآن، ولكن في نفس الوقت التحركات على الأرض تفيد بأن لازال معبر رفح يعمل، يستقبل المسافرين. رأينا صور للمسافرين الفلسطينيين في صالات السفر الفلسطينية يعني تمهيدا للعبور ناحية الأراضي المصرية، وكذلك ذكر على لسان مصدر مصري أن المعبر يعمل بصورة طبيعية. قد لا ينطبق هذا على معبر كرم أبو سالم الذي توقفت فيه الحركة منذ ظهر الأمس، وظهر هذا أيضا واضحا في إجمالي عدد الشاحنات الذي نظرناه بالأمس.